إن كان شباب وصبايا بيخلصوا وبيجتازوا امتحان البكالوريا، هون بيحتاروا بقى شو بدنا نختار الفرع يلي بيناسبنا وبيناسب كمان جزء من علاماتنا، وهذا الجزء من الشباب يلي عندهم رغبات بالدراسة باختصاصات تانية بتكون ممكن تشبههم ممكن لا. تمام، العلامات فيها بتحدد صراحة بهذا الوقت، يعني العلامات لها يعني جزء كتير كبير بهذا الخيار أو كل الجزء، ما يعني ما في كله، فإنه لازم تديروا بالكم كتير منيح، لازم تدرسوا كتير منيح، ما ضل كتير وقت، فلهيك خلوا طاقتكم كتير عالية وإن شاء الله يا رب بالنهاية بتحققوا كل شيء بتتمنوا. نحن اليوم رح نحاول نساعدكم، نعطيكم خيار من الخيارات يلي ممكن تكون موجودة بذهنكم. مركز ماريمون بيقدم مجموعة دورات تدريبية وتأهيلية بالسياحة والفندقية، ومهمته تدريب الطلاب على أداء الخدمة بأكمل وجه. لحتى نعرف أكثر عن المركز صار معنا بالاستوديو الأستاذ جهاد عطيفي صاحب مركز ماريمون للتأهيل والتدريب السياحي والفندقي. صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير فيكم، والله يسعد صباحكم جميعا. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. طبعا نحن عم نحكي عن موضوع يلي ممكن بس يخلص فيه الطالب الدراسة وخاصة بعد البكالوريا شو لازم ندرس. في بعض أشخاص بتحب المعاهد السياحية والفندقية، خلينا بالبداية نحكي نحن وياك عن المركز وعن حضرتك لحتى نساعد الطلاب بتواجدهم ضمن المركز عنكم. نعم، مركز ماريمون للتدريب والتأهيل السياحي والفندقي بمدينة درعا، هو باكورة لنواة العمل التدريبي السياحي والفندقي في المدينة، وله باع طويل في هذا المجال. طبعا استاذنا نحن ليس دورات ولكن دراسة، مدة الدراسة دراسة أكاديمية مدة الدراسة سنتان للحاصلين على الثانوية العامة بجميع فروعها. مركز ماريمون في مدينة درعا له فروع في مدينة داعل. مركز ماريمون للتدريب والتأهيل السياحي والفندقي بطاقة استيعابية 137 طالب، ما شاء الله. ومركز ماريمون للتدريب والتأهيل السياحي والفندقي بمدينة درعا محافظة درعا بطاقة استيعابية 158 طالب. نحن طبعا رواد في التعليم السياحي والفندقي، نحن رفعنا المستوى الثقافي ورفعنا الوعي للتدريب السياحي والفندقي في محافظة درعا وفي الشريحة الكبرى اللي هي شريحة الطلاب وبالمجتمع المحلي في مدينة درعا بشكل عام. تمام، طب أستاذ عم نقول ماريمون للتأهيل والتدريب السياحي والفندقي، فينا نعطي تفاصيل أكثر شو بيدرسوا الطلاب؟ هل في اختصاصات معينة أو هو اختصاص واحد موجود؟ طبعا في اختصاصات بالشقين، القسم السياحي والقسم الفندقي. القسم السياحي في عندنا التسويق السياحي، إدارة المكاتب السياحية. تمام. عندنا الدلالة السياحية، عندنا قطع تذاكر الطيران، عندنا إدارة الأعمال والأنشطة السياحية، ونحن الحمد لله الآن في طور يعني نعطيهم افتتاح قسم جديد واختصاصات جديدة. هذا بالنسبة للقسم السياحي. تمام. أما بالنسبة للقسم الفندقي عندنا اختصاص المطعم، اختصاص الفندق، الدورات القصيرة، تعليم المأكولات الشرقية والغربية دراسة سنتين، أو عندنا الدورات القصيرة اللي موجودة بجميع الاختصاصات كطاهي شاورما، معلم الشيف الغربي والشرقي، عندنا دورات الحلويات الغربية والشرقية أيضا، ودورات الخاصة بالباريستا اللي هي الحلويات الشرقية، بالإضافة إلى المشروبات الساخنة والقهوة والشاي. ما شاء الله، يعني في خيارات واسعة لكل الأشخاص اللي حابين فعلا يكونوا عم يمتهنوا نوع معين. حضرتك خبرتنا أنه هي مدة سنتين للمعهد الفندقي السياحي. طيب الطالب بس يتوجه لعنقهم، هل في اختبار له للقبول؟ من بعد ما يخلص هالسنتين في امتحان لحتى فعلا يتخرج ينال الشهادة، هو فعلا قادر على مزاولة الاختصاص يلي اختصه ضمن المركز عنكم؟ طبعا نحن بعد الطالب ما يحصل على الشهادة الثانوية لديه اختبار حسب البروتوكول الخاص بوزارة السياحة، يجب أن يكون حاصل بمادة اللغة الإنجليزية أو الفرنسية عن درجات لا تقل 45%، يجب أن يكون ذا مظهر لائق وجميل، لديه الكياسة، لديه الإرادة، لديه الفكر لدخول عالم السياحة والتدريب السياحي والفندقي. طبعا راح بتكون في عندنا لجنة حسب بروتوكول وزارة السياحة مؤلفة من مدير المركز
مدير شؤون الطلاب، مندوب الوزارة السياحة في محافظة درعا، وعضو من مديرية السياحة، ويتم الاختبار والمقابلة الشفهية. تمام. وبعد ذلك ترفع الجداول إلى وزارة السياحة لقبول الطلاب الناجحين في هذا الامتحان. حلو كثير، يعني مو أي طالب بيقدم هو بيقدر يدخل بهذا الاختصاص، ومثل ما قلت يعني في نقاط معينة لازم أنه هي تكون موجودة بشخصية الإنسان اللي بده يدخل بهي الأفرع. نعم. طيب خلينا نحكي شوي عن الكادر التدريسي، يعني هل كمان لاختيار الكادر التدريسي في أمور بتحطوها بعين الاعتبار، في نقاط معينة لازم تكون موجودة عند هذا الكادر؟ أكيد الكادر التدريسي له متطلبات خاصة، بده يكون خريج جامعة أو دكتور في أحد الجامعات السورية ذات اختصاصات وخبرات، لديه الخبرات العملية والنظرية بنفس الوقت. تمام. لرفع مستوى الثقافة والتعليم السياحي في المركز، ونحن والحمد لله موفقين بكادر تدريسي وكادر إداري على أرفع المستوى، ويخضع لدورات مستمرة إن كان في وطننا الحبيب أو خارج القطر. حلو. لمواكبة التطور الحاصل بالتعليم والتدريب السياحي والفندقي. تماما، يعني عم تخبرنا أن الشهادة اللي بيحصل عليها الطالب من مركز ماريمون هي معتمدة ومعترف عليها دوليا ومحليا. نعم، بهذا الصدد قبل الإجابة على هذا السؤال، أولا الشكر الجزيل لمعالي وزير السياحة المهندس محمد رضوان مارتيني للجهود الجبارة، الرجل الذي لا ينام، وكان نصيب مراكز التدريب السياحي والفندقي في وزارة السياحة همه الكبير بالمجال التدريبي والتعليمي. والشكر موصول للأستاذ والمهندس مسلم النعم، الرجل الذكي الجريء الذي يفاجئنا كل يوم بشيء جديد يخدم ويطور المصلحة العامة في التدريب والتأهيل السياحي والفندقي، والأستاذة المهندسة سهى حرفوش مديرة المراكز التدريب السياحي والفندقي في الهيئة، والمهندس أيهم مهنا مدير التأهيل المستمر والمسؤول عن الدورات القصيرة الذي تكلمنا عنها سابقا، وكل العاملين بالهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي، الجنود المجهولون الذي لا يتوانون دائما وعلى طول الوقت بتسيير الأمور كطلاب كهيئة تدريسية كشهادات مصدقات تخرج على مدار الساعة، أشكرهم من قلبي. أكيد إحنا كمان. أما بالنسبة للشهادة، الشهادة طبعا معترف عليها دوليا وعالميا لقوة المناهج والتدريس المتميز في مراكز التدريب والتأهيل المستمر والتدريب الفندقي والسياحي في سوريا. تمام، الله يعطيكم ألف عافية. مشكورين على هذا الجهد أكيد يلي عم تبذلوه لحتى تحققوا نتائج مهمة. خلينا نحكي شوي عن النتائج، يعني تقريبا المركز قديش له افتتاحه؟ والله له باع كبير المركز ماريمون في مدينة درعا، بالرغم من الصعوبات والحرب الكونية على سوريا وعلى وطننا الحبيب، استطعنا بفضل الروح الجماعية والكادر التدريسي والإداري في المحافظة تخطي كل الصعاب التي واجهتنا خلال المرحلة الماضية. طبعا نحن راضون عن كل الذي قام به الكادر الإداري والكادر التدريسي في هذا المجال. طبعا بالنسبة للتدريب في ملتقى فرص العمل الذي نعمل قبل شهرين في فندق الداما روز، كان نصيب لطلاب وخريجين مركز ماريمون بتعيين بعض الطلاب الخريجين في فندق الداما روز بعد تخطي الاختبارات اللازمة. والهيئة العامة للتدريب والتأهيل السياحي هناك ربط إلكتروني ما بين الهيئة والمراكز للوقوف على جميع المشاكل في نفس الوقت، وتحليل أي مشكلة تواجهها المراكز وحلها بشكل جيد وجميل. إن شاء الله كل التوفيق يا رب للمركز ولكل الطلاب الموجودين، وأكيد لطاقم التدريس يلي عم يقوم بواجبه لحتى فعلا يطلعوا الطلاب بأهم النتائج والاختصاصات الموجودة. شكرا كثير لك. شكرا 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 لكم ولقناة سما، وبشكر العاملين في هذه القناة لتسليط الضوء على مركز ماريمون للتدريب والتأهيل السياحي والفندقي، وهذا ليس بجديد عليكم، دائما أنتم السباقون. أهلا وسهلا.